اهلا بكم في حلقه جديده من هاني مريان في بلاد الامريكان. في البدايه وقبل ما ابدا اي حاجه احب اشكر كل الناس اللي ساعدت عليا وساعدت على ركبتي. شاكر افضلكم وربنا يخليكم ليا وما نحرمش ابدا من سؤالكم عليا. انا بفكر بجد ان انا اعملها حلقتين بدل حلقه واحده، بس خلينا نبدا الاول ببعض المعلومات. هحاول اعملها حلقتين، الستيمولس شيك الاولاني اللي هو شيكات التحفيز الاولاني، وانا بسميها شيكات الاعانه، وتاني حاجه الشيكات او الستيمولس شيك او شيكات التحفيز الثانيه اللي هي طبعا جايه ولسه طبعا ما اقرهاش. حاجتين ثلاثه بالنسبه للكومنتات دي، اول حاجه انا عايز ابدا بيها. اولا انا وعدت مريان الاول، وعدتكم انتوا ان انا مش هتكلم ولا هرد على اي حاجه او اي اساءه ولا بتاع، لان ده مكان عام، وانا ان كان رضيت ان انا ابقى واحد من الناس اللي هو تتواجد على اليوتيوب او على الفيسبوك او ما شابه ذلك، يبقى لازم استحمل سواء النقد او حتى الاهانه والشتيمه. انا بس عايز اوصل معلومه، انا مش هتكلم على الموضوع ده على اساس ان انا زعلان او مش زعلان. انا خلاص يعني ايه جتتي نحست يعني زي ما بيقولوا. عايز اقول ان هتفرق معايا الكومنتات الجميله والحلوه اللي بتجيلي من الناس، وغير كده الناس اللي بتدافع عني حتى وانا مش موجود. ليه مده ما ردتش على مسجات كتيره وكومنتات كتيره واسئله كتيره وحاجات حتى بتجيلي على هاني ومريان في بلاد الامريكان، وفي بعض منها جاوبت عليها وبعض منها انا ما بيكونش عندي وقت بامانه ربنا، فانا سامحوني بالنسبه للموضوع ده. تعال نتكلم عن الكومنتين. بالنسبه للكومنتات اللي هو في 2 كومنت او 3 مش فاكر، في واحد فيه انا مش قادر اجمعه، الثاني انا جمعته وعملت سكرين شوت ليه، اللي هو الراجل ده او الشخص اللي بيقول هو انتوا مش هتبطلوا شحاته او حاجه زي كده، انت هتشوفوه في الـ من تحت، او كل انت طالع كل شويه تتكلم عن شيكات الاعانه او شيكات التحفيز. انا هطلع اتكلم عن شيكات التحفيز كل شويه. لو انت هتسميها ان هي دي شحاته والمصريين شحاتين وما يعني وما علينا، رغم ان انا يعني الفيديو ده موجه للناس لكل الناس اللي بتعرف وبتفهم وبتتكلم عربي، فمش مصريين بالمصريين، بل على العكس يعني الناس كلها اغلب الكومنتات بتجيلي من ناس مش مصريين، ودول على عيني وعلى راسي يعني، وربنا هو اللي يعلم وشايف وشاهد. دي حاجه. فانا ان كنت انت شايف ان ده شحاته ومش شحاته مش مشكله، رغم ان انا نشكر ربنا الحمد لله انا لا طلبت اعانه، حتى الاستيمولس شيك لما جالي انا ما كنتش في عزا ليه، وانا حتى مسيفه يعني مش ما صرفتهوش، فنشكر الله على كل حال. بالنسبه للناس الثانيه اللي بتقول مش وقته، لما احنا حاطين على موضوع الشوبينج مش وقته شوبينج مش ومش عارف ايه، والناس يعني في مشاكل كتيره مع الناس في الوقت الحاضر والحالي، انا احترت احط ستيمولس شيك وشيكات الاعانه والحاجات دي، يقولوا لي بطل شحاته، احط الفيديوهات بتاعه الشوبينج يقولوا مش وقته وانتوا هريو خلاص. طيب يعني قولوا لي انا احط ايه وانا هعمل. دي حاجه. في برضو كان فاكر فيديو كان فيديو بتاع الدايت الكيتو، ليه مدة انا ما عملتش فيديوهات للكيتو، بس برضو فيديو الكيتو هو ده وقت الكيتو. عامة انا هحاول ارضي جميع الاطراف، سواء عن الستيمولس شيك او عن اعانة البطالة او عن اي حاجة تبع الايكونومي اللي احنا شغالين فيه. تاني حاجة هحط الكيتو دايت. انا ليه مدة ما عدتش وكتبت وعملت سكريبت او لأي فيديو، بس هحاول قدر ان كان الفترة اللي جاية. وتالت حاجة، كل ما هنكون برا في اي حتة انا او مريان او العيال هنصور. ده في الاول يعني كان بالنسبه لمواضيع التعليقات، ووعد مني انا مش هجيب الموضوع ده تاني، بس يعني حاجه كده على السريع كانت. تاني حاجه عشان ما اطولش عليكم الحلقه، انا هتكلم عن شويه حاجات ابديت حصلت النهارده من الاي ار اس، answering questions بمعنى اصح. فهم بيطلعوها تقريبا طلعوها امبارح بالليل، وفي بعض يعني في النهارده قريت شويه حاجات منها، فانا هعمل لكم الابديت ده. طبعا انا كاتب كل حاجه معايا هنا في ورقه، فهنحاول نمشي معاهم مع بعض. قبل ما اعمل الابديت ده، في شويه حاجات شويه اسئله جت في على الـ هاني ومريان، او سواء جت على
الصفحه على اليوتيوب نفسه من تحت. فانا عايز اعمل مش ملخص، انا عايز اعمل ايه زي هقول شويه حاجات كده على السريع. اولا بالنسبه لموضوع اعانه البطاله، السيد الفاضل اللي سالني على موضوع ان هو بره امريكا وعايز يعمل ان امبلويمنت، وانا قلت له انك انت تدخل يعني هي الان امبلويمنت او صفحات الجوفرمنت عامه ما بتفتحش بره امريكا. وانا قلت قبل كده يا جماعه لو انت بره البلد يعني ده يعتبر يعني احتيال انك انت هتعمل الويكلي كليم ازاي. اولا الويكلي كليم بيقول لك هل انت افيلبل انك انت تشتغل، لازم هتقول يس، فانت مش افيلبل لانك انت بره البلد. ثانيا هل انت لو حد عرض عليك شغل دلوقتي تشتغله؟ طبعا انت لو فين هيتعرض عليك لانك انت بره البلد. فدي يعني خلي بالكم، انا حبيت اساعدك اقول لك ازاي تعمل وده اب تو يو، بس انا حسيت ان انا بدي لك يعني انا ايه بدي لك معلومات مش هتضرك وهتضر البلد عامه. فيعني رجاء لو انت بره البلد ما تعملش اي حاجه غير لما تدخل البلد. انا عارف وفاهم ان في ناس كتيره متعلقه في بلادها اللي هم راحوا زيارات وما عرفوش يرجعوا بسبب الطيران، وانا عارف ان في رحلات كتيره بتطلع لكن غاليه جدا، ويعني انا عارف ان في بعض الناس بتقول لي في $3,000 يعني $3,000 للتذكره دي يعني unbelievable. فربنا معاكم، بس انا حبيت انوه على الجزء ده لانه كان مهم جدا جدا. هندخل في الجزء بتاع الابديت اللي عمله الاي ار اس النهارده. الجزء اللي باقي اللي هو ما اخدش لسه فلوسه في حدود 35 مليون مواطن او مستحق للفلوس. ف 35 مليون احنا قلنا قبل كده ان اي ار اس قال في مؤتمر صحفي انهم هم ما عندهمش معلومات عنهم، فهم بيحاولوا يخليكم تكلموهم على ال 1800 نمبر اللي انا قلت قبل كده، وانا هقوله مره تانية اللي هو 1-800-919-9835. والمعلومة الجديدة بقى، المعلومة الجديدة دي من ناس عملت الموضوع ده، المعلومة الجديدة انك انت تحاولوا تكلموهم قبل الساعة 12 الظهر، يعني بنحاولوا نتكلموهم من اول ما يفتحوا تقريبا الساعة 8 لغاية عندك لغاية الساعة 12 الظهر، علشان ما تبقاش في الويتنج وبعد كده كمان ان رد عليك حد كمان. فمن 8 ل 12 في احتمال كبير ان حد يرد، وهم اساسا عاملين زي هات لاين يعني هم عاملين سريع ان هم يحاولوا يجاوبوا للناس كلها. ناس كتيرة بعتت لي على موضوع او سؤال اللي هو ان هم ديبينز مع اولادهم يعني هم ما جاتلهمش فلوس الشيكات. هقول يمكن دي تقريبا 50 مرة اقولها انك انت لو محطوط ديبينز مع سواء اولادك او مع حد او انت عامل ديبينز لاولادك الكبار، دول ما لهمش شيكات يعني او شيكات تحفيز اللي هم stimulus check unless لو عملوا لوحدهم. لكن هم دام اتعاملوا معاك او اتعاملوا مع يعني as a depend مش هيطلع لهم شيكات تحفيز. فده عشان نبقى clear. حاجة تانية برضو السؤال تاني وانا قلت هقوله تاني، الناس اللي هي ليهم استحقاقات او ولادهم ليهم استحقاقات بس ما جات لهمش $500 بتاعت ولادهم، ممكن تكلم ال 1-800 numbers، بس هيقولوا لك نفس اللي انا هقوله لك ان الفلوس دي هتبقى في ضرائب 2020 اللي هي انت هتعملها في 2021. يبقى كده احنا ايه حاولنا نجيب الهايلايت السؤالين الكبار او السؤالين دايما بيتسألوا بالنسبة لشيكات التحفيز. حاجة كمان وأخيرة بالنسبة لإعانة البطالة، الفلوس والأفريج والاختلافات في الفلوس هي بتختلف طبعا على حسب ما هم الانمبلومنت عاملين لك كده أو حاطط لك لستة بالفلوس اللي انت هتاخدها في الأسبوع، بتنقص بتزيد. أنا ما أعرفش ليه اللي بيخلي الحاجة دي تحصل، بس اللي أنا أعرفه في حاجة رئيسية وثابتة اللي هي $600 بتاعتك اللي هي الاديشنال غير المينيمم اللي هو بيدي لك الولاية بتاعتك. ولو انت خدت او ما اخدتش، عايز اقول لك ان في ناس كتيره بعتت لي بيقولوا ان هم كلموهم وعرفوا يوصلوا لهم وفعلا كان في غلطه لازم هم يكلموهم. فانت لو في اي حاجه عندك في مشاكل في الان امبلمنت لازم تكلمهم. عارف في ناس كتيره بعتت لي وتقول لي احنا كلمناهم وفي الاخر بيقطعوا علينا. في حاجات كتيره دلوقتي في بنسلفانيا مثلا عاملين زي تشاتنج، تكلمهم بالتشاتنج. ويمكن ده في كمان مش عارف في انهي ولايه كان عاملين تويتر، تويت ليهم وهم يردوا عليك.
حاجات ما شابه ذلك يعني. فانت تدخل على الصفحه بتاعه unemployment وتشوف اللي هو وسائل الاتصال بيهم ايه. لو ما فيش 1-800 number يبقى في مثلا chatting او في اي حاجه تاني ما شابه ذلك. انا مش هقدر ادي لك الاجابه الصحيحه لحالتك لان unemployment فيها مشاكل كتيره وفيها تعقيدات، فكل واحد لازم يكلمهم علشان يصلحوا اي مواضيع. ده تقريبا كل اللي انا افتكره في الاسئله. لو في اسئله ثانيه هحاول في الابديتس الجديده ان انا اعملها. انا كنت حاطط زي استفتاء راي كده، هل انتم حابين ان انا انزل بحلقه كل يوم واجاوب الاسئله فيها، ولا حلقه كل ما يكون فيه هناك جديد. فانا طبعا النهارده طالع بحلقه لان في شويه حاجات جديده بالنسبه للاي ار اس. طب خلينا ندخل على الحاجات الابديت اللي عملتها الاي ار اس دلوقتي. بيقولوا لك، وده دي حتى حد من المشتركين او اللي هم معانا في الصفحه يعني قال لي وبعت لي، بس الاي ار اس برضو اكدتها النهارده. الاي ار اس تعتبر جهه حكوميه زي اليو اس سي اي اس اللي هم بتوع الاميجريشن. اي تغيير في العنوان للاسف ما بيجيلكش مع تغيير البوسطه، لازم انت تعمله تغيير من الهيئه الحكوميه نفسها. ففي الحاله دي في فورم اسمها AD822 لازم تدخلها وتعبيها او تكلم ال 1-800 نمبر وهم ممكن يساعدوك في تغيير العنوان. في ناس كتيره جات لها مثلا شيء او الجواب بتاع ترامب ويقول ان هم بعت لكم الانفورميشن او بعت لكم الجواب او بعت لكم الشيك او عملنا ديبوزيت والحاجه دي ما حصلتش. فاللي بيحصل ايه، انك لازم تكلم ال 1-800 نمبر وتسال حاجه، تعمل زي هو يعني بحث اثر. يعني بحث اثر يعني ايه؟ يعني تشوف مثلا الشيك ده هم بعتوه امتى وجابوه، بيسموها تريسنج. تريسنج ده انت اول ما تكلمهم تقول لهم انا جالي جواب مثلا ترامب، او حتى مثلا تدخل على جيت ماي بيمنت ومكتوبه ان احنا عملنا ديبوزيت للفلوس دي في الحساب ده وما تكونش في اي حاجه حصلت او دخلت. فلازم تكلمهم لانهم لازم حاجه بيعملوها اسمها فورم اسمها 1444 تريسنج. بس هم ممكن يعملوها لك بالتليفون بدل ما تكتب الفورم، لانك انت لو كتبت فورم وبعتها يعني يحيينا ويحيك ربنا. فدي من ضمن الحاجات اللي عاملينها ابديت، اللي هو اي واحد عنده جات له جيت ماي بيمنت ومكتوب فيها معلومات ان هو دخل لهم الفلوس او بعت لهم الفلوس وما فيش اي حاجه جات، لازم تكلمهم او تعمل او تسميت فورما اسمها 1444 اللي هي تريسنج، او اللي هو زي بحث اثر، او يعني يشوف هو ايه اللي حصل للشيك بتاعك. تاني حاجة، الناس كتيرة دخلت على Get My Payment ولقيت انهم هم هيبعتوا شيك او خلاص في ابديت يعني جون 12 متهيألي اللي هو النكست الدفعة الجاية يعني، قايلين ان هم هيبعتوا شيك. الشيك ده ممكن يبقى على هيئة شيك وممكن يبقى على هيئة كارت، فنخلي بالنا خلي بالنا نفتح كل الكروت اللي تجينا، حتى لو كارت يعني اعلانات نفتح كل الكروت اللي جينا. وده هياخدنا لحته لو انت جالك الكارت ومشيته او ضيعته او رميته في الزباله من غير قصد، الاي ار اس نزلت رقم او فون رقم تليفون اللي هو 1-800-240-8100 1-800-240-8100. الرقم ده لما تيجي تدخل على الرقم ده او تتصل بيه تدوس اوبشن 2، هما في $7.50 فيز عشان يعملوا لك يعني يغيروا لك الكارت او يبعدوا لك بدل فائد. لو انت دي اول مره ليك هيعملوا ويفن للفيز دي او مش هيغرموك الفيز دي وهيبعتوا لك كارت مكانه ده. فلازم نحفظ الرقم ده، انا هحطه من تحت عشان تحفظه. اخر حاجه بقى بالنسبه للابديت، ان هم ان اي حد عنده مثلا جات له فلوس غلط وحد مثلا كان معاه مثلا حد توفى او حاجه زي كده وجات له فلوس غلط او جات له حتى فلوس غلط باي شكل من الاشكال وخصوصا الديبت كارد،
الاي ار اس بتطلب منكم انكم انتوا ترجعوا الكارت ده. في يعني في طريقه او في عنوان انا هحاول احطه في الديسكريبشن من تحت. العنوان ده تحاولوا تبعتوا الكارت باك ليهم. ولو جالك شيك ما تصرفش الشيك بمعنى صح. وده حاجه من الحاجات اللي هم كانوا قايلين عليها. ده بالنسبه للتعديلات اللي حصلت في الستيمولس الشيك الاولاني او الاعانه او اللي هو الشيكات التحفيز الاولانيه.